خوتنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السبعي. صدق أو لا تصدق، الصحافة الجزائرية والإعلام الجزائري البارح واليوم واش متعمدين أو سقطت سهوا هاته العناوين، يقرون بأنه تمت إقامة الجمهورية العربية الصحراوية على أراضي تندوف. واش هذا كيعني بأن الجزائر قد سلمت هذه الأرض إلى البوليساري، وبالتالي ضاع الحلم ديال تأسيس دولة جديدة في الجنوب المغربي؟ غادي نشوفوا هذه المواضيع كلها، يعني غادي نجبد لكم المقالات وغادي تشوفوا على عينكم، وغادي ندير لهم واحد التحليل بسيط. اليوم كذلك الجزائر في مأزق كبير، تصريحات جديدة لوزير الخارجية لافروف الروسي وضعت الجزائر في مأزق أمام حلفائها، أمام فرنسا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. غادي نشوفوا هذا التصريح ديال لافروف، غادي نشوفوا هذا التناقض لتحفيز النظام الجزائري، وهذا التكذيب اللي كذبات روسيا من خلاله شنقريحة. غادي نشوفوا كذلك في هذه الحلقة واحد الفضيحة ديال وفد رسمي رفيع المستوى يدشن حافلات سياحية. لأول مرة كدار شي حاجة سميتها حافلات سياحية في الجزائر، ولكن الغريب والعجيب اليوم هو أن هذه الحافلات تحمل رسومات مغربية. هذه الحلقة فيها بزاف ما يتشاف. قبل ما نبدأ رجاء، يعني غير واحد الرجاء، ماشي أمر، إلا ما كنتيش مشترك معنا في هذه القناة دير واحد الاشتراك، واحد جيم للفيديو، ونقولوا جميع مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة. غادي نبداو بسبتة ومليلية. سبتة ومليلية هاتي الأيام بزاف ديال الهضرات تقالت بأن المغرب راه هو في هذه الاتفاقيات اللي دار مع إسبانيا تنازل عن سبتة ومليلية نهائيا، وهذا الكلام ما منه شاي. شوف الإخوان، ها هو مقال جديد من صحيفة إسبانيا تصدر من مليلية، تقول بأن المغرب لم يعترف بأن سبتة ومليلية معابر برية بين المغرب وإسبانيا. راه عرفتوا كون اعترف المغرب مثلا بأن راه سبتة ومليلية فيها معابر برية بين إسبانيا والمغرب، فبالتالي المغرب كيعلن التنازل ديالو على هذه الأرض. ولكن حسب هذه الصحيفة كتقول بأن المغرب رفض أنه يعتبر هذه الأراضي معبر حدودي بري، ما عندناش حدود برية مع إسبانيا. المملكة المغربية كتقول لإسبانيا ما عندناش معاك شي حدود برية، حدودنا بحرية معاك، حسب هذه المقال. إذن هذيك الهضرة كاملة الخاوية التي يروجها الأعداء اللي منهوك راه ما منها شيء. ولكن أجي ونجيو الإعلام الجزائري. الإعلام الجزائري هذه الأيام رئيس البرلمان الإفريقي جاء زار إبراهيم بن بطوش، جاء عنده. اللي كنعرفوا رئيس البرلمان الإفريقي هو من زيمبابوي، وزيمبابوي تعترف بجمهورية الوهم. ولكن شوفوا معنا هذا الخبر. الخبر يقول بأن رئيس البرلمان الإفريقي يزور الجمهورية العربية الصحراوية. هو على أرض جزائري، اتونسيون، هو على تراب تابع إداريا للجزائر، اللي هي المخيمات ديال اللاجئين في تندوف. إداريا هي تتبع للجزائر نورمالمون. إذن هو لم يزور جمهورية العربية الصحراوية الوهمية، بل زار أراضي الجمهورية الجزائرية. ولكن الإعلام الجزائري والسقطة ديال الإعلام الجزائري أعلنت بأنه قد زار الجمهورية العربية الصحراوية. حنا كنعرفوا، شوف كنعرفوا الوهم، هذه الخارطة ولو أنها تزعجنا وتزعج المغاربة كاملين، فهذا هو الحلم ديال الجزائر. الحلم ديال الجزائر هو أنه تقسم المغرب على جوج، والتحت تسميه الجمهورية العربية الصحراوية. هذا الحلم طال انتظاره، بان بأنه ما كانش في الأفق، فربما اليوم الجزائر سمحت بأن تؤسس دولة جديدة وجمهورية جديدة على أراضي تابعة لها. أنا ما كنقولش أراضي جزائرية، ما عمري ما غادي نقول تندوف أرض جزائرية، غادي نقول تندوف أراضي تابعة إدارية للجزائر اليوم. سمحت لها هنا، احنا غير بغينا نقول الجزائر، حتى هنا نحن المغاربة لن نسمح بتأسيس ما يسمى بالجمهورية الوهمة الصحراوية. حتى أنتم إذا كنتم موافقين أنكم تأسس دولة على هذه الأرض، فهذه الأرض التاريخية ليست لكم، وغادي نجبدوها لكم مازال مستقبلا. سنسمح
لكم وسنعترف، انا مني وجبد، سنعترف بجمهوريه العربيه الصحراويه الا عطيتوها شي ولايه من الولايات الداخل الجزائري ولا في الشمال الجزائري ولا في طمن راس ولا في شي منطقه بعيده عن الاراضي الحقه المغربيه. اما حتى تندوف فلن نسمح لكم بتاسيس الوهم فيها. نجيو لواحد المأزق حطهم ما يسمى يعني لافروف وزير الخارجيه الروسي، حطهم في واحد المأزق كبير جدا. هذه مجموعه من الايام اسابيع كانت تقارير اعلاميه دوليه كتقول بانه كانت مناورات روسيه جزائريه. الجزائر ما بغاتش تبان بانها راه دايره شي مناورات مع روسيا باش ما تجبدش لها الصداع مع الحلفاء، ماشي مع الحلفاء، مع الدول الاخرين، كتبي تبين بانها دائما هي راه على الحياد، ما كتميل لا روسيا لا الامريكان لا الحلف الناتو لا حتى شي واحد، كتبي تبين بان راني بعيد على هاد الامور. ولكن تمت فعلا هذه المناورات. الجزائر بعد ما وحلات وهاد المناورات تعرفت عالميا، دارت وزاره الدفاع انا داك واحد البيان. نسمعوا لواحد المقتطف ديال هذا البيان من واحد التقرير التلفزي على التلفزيون الجزائري، سمعوا معايا جميع. تناولت وسائل إعلام دولية مؤخرا معلومات مفادها تنظيم تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي في مكافحة الإرهاب للقوات البرية في جنوب البلاد. في هذا الصدد فإن وزارة الدفاع الوطني توضح أن هذا التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه، وتؤكد أن جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي وأي شريك آخر يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني. إذا هنا الجزائر تنفي، قالت لهم هذا الشيء اللي قالت وسائل الاعلام باننا درنا مناورات روسيه جزائريه فهو كذوب. الناس دخلهم شويه الصاد وخافوا. ولكن وزير الخارجيه في حوار جديد له اكد بالفعل انه كانت مناورات عسكريه جزائريه روسيه. نسمعوا جميع. جرت قبل ذلك في أغسطس جلسة للجنة الحكومية للتعاون التقني العسكري، وفي خريف عام 2022 جرت المناورات العسكرية فوستوك 2022 التي شارك فيها العسكريون الجزائريون. ها هو هضر على مناورة عسكرية شارك فيها العسكريون الجزائريون، سمعتوا مزيان؟ هاي الضربة الأخرى لأهم مناورة عسكرية على الأراضي الجزائرية في 2022. أسمع التصريح ديال لافروف. إلى جانب مناورات القيادة والأركان في منطقة بشار بالجزائر، إلى جانب مناورات القيادة والأركان في منطقة بشار بالجزائر التي شاركت فيها الوحدات المسلحة الروسية. سمعتوا مزيان؟ هاي مناورات عسكرية في بشار. وزير إذن كذبوه، كذبتوا الإعلام الدولي، إذن كذبوا حتى لافروف. ولكن ما تقدروش على هذه الامور كلها، بل لافروف استمر في اهانتكم وقال حسب جريده روسيه هي، قال الجزائر لنا وليست لغيرنا، ديالنا وماشي هذا 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 نقاش كبير جدا كنتمنى يتفتح في الجزائر. وكنتمنى هاد المؤثرين الجزائريين ردوا على لافروف، ردوا عليه، تكون عندكم الجرأة تردوا عليه، قال لكم الجزائر لنا وليست لغيرنا. مزيان. نمشيو الاخوان المحور الاخير في هذه الحلقه. في بوسعاده، ولايه بوسعاده، داروا شي تدشين ديال شي حافلات جديده ديال الله يحسن العوان، دائما حافلات من العهد الطباشيري جايبينها سيدي. قال لك هذه حافلات سياحيه في ارض ليست سياحيه اصلا. انا شوف جابوا سيدي الوالي وداروا المراسيم وطلعوا الحافله وداروا شي شويه ديال العود والنشاط وشي نشاط. المهم ما يهمني انا في هذا الحدث هو السرقه ديال المغرب. شوفوا معنا مزيان هذه الحافلات. اولا الفروسيه يعني التبوريده المغربيه على هذه الحافلات، قادر نقول بان الغرب الجزائري توا فيها ما يسمى بالفونتازيا اللي هي التبوريده المغربيه. ما نهضروش على ديك 11 ميلادي، ان الجزائر تاسست في القرن 11 الميلادي كما كتشوفوا معنا، ها هي في الصوره تاسست قال لك سيدي في القرن 11 ميلادي. حنا كنقولوا هذه سنوات يعني هذه واحد عدد ديال السنوات القليله، كنقولوا بان عمر المملكه المغربيه 12 قرن اسيدي. هما قال لك هذه سيدي حتى هما داروا بحالنا ولات 11 قرن، 11 قرن ما بقاتش، تاسست في القرن 11 ميلادي، تاسست 11 ميلادي ليس 12 قرن، تاسست في 11 ميلادي، يعني دابا تقريبا واحد 9 ديال القرون عمر ديال المملكه او الجزائر. ولكن انا اللي كي اللي جاب لي التمام هنا هو الزليج. شوفوا هذا الزليج، والله والله ثم والله ما كاين في الجزائر، والله ثم والله هذه الصوره مسروقه من المغرب. انا كنت حد شي جزائري يمشي يصور لي هذا الزليج في شي منطقه جزائريه، كنتمنى كنتحداه
يصورنا هذه الصور. هذا زليج مغربي موجود في عشرات الرياضات ومئات القصور وعدد من الفنادق، حتى في الشوارع موجود هذا الزليج المغربي. نعم كيقولوا لي الإخوان بأنه كان واحد الشيخ واحد الجزائري فجر قنبلة من العيار الثقيل وبين بأن الزليج جزائري وليس مغربي، وهو خرج عن التحدي ديالنا وغادي يبين لنا الزليج. نعم وصلنا الخبر الآن أنه شي واحد كان عند تحدي عن يعني عند حدث التحدي ديالنا وغادي يبين لنا الزليج الجزائري. سير هذا يكون الزليج تديكومبر امسيلا ان 1700 اي نوز ابارتيان دو دروا. هذاك الوقت كيسمعوا بنا المغاربه جا واحد بلاتي 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 اشنو سميتوها الشيباني الله يرحم لك والدين ازميت هذا بالضبط. هذا يكون الزليج تديكومبر امسيلا ان 1700 المغربي يهودي دخل لوزيتاس كده وسرق لنا ان كارو. كي سرق لنا ان كارو ده المغرب داروا ليميتاسيون والماركا قال لك بلي تاعنا. حنا ريبوندينا لهم ورينا لهم افيك دي بروب لي بون نوزا بارتيان دو دو. هذا يقولوا له لو كارو هذه يقولوا هذه الورده هذه فيها لو فال لا سينيفيكاسيون تاعها الجنه وفيها لو بلون. بلاتي 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 شوف شوف والله لن اكذبك هاد الشيباني والله ما نكذبو. السيد مسكين بقات بينه وبين القبر ما عرفناش شكون السابق واحد الشبر والله ما نكذبك. هاد الشيء راه ديالكم والله ما ديالنا بالله عرفتي هاد الشيء اللي في هاد الحيط اللي كتصور لنا دابا انت والله ما ديالنا. هاد الشيء راه ديالكم نعترف بها وانا اكدها انا وكنقول لك فعلا راه ما كذبتيش ما كذبت. غير هو ما تسميش الزليج الله يرحم لك الوالدين غير هو راه ما سميتوش الزليج سميتو الكارلاج العثماني. العثماني ولا الجزائر منكم اليوم سيروا تفاتنوا نتوما ياهم شوفوا هذاك الكارلاج واش عثماني ولا جزائري. غير هذا راه ما سميتوش الزليج ما تبقاوش تسميوه الزليج ما تبقاوش تقولوا سميتو الزليج. نادر هذه الحلقه ما تنساوش الدعم ديالنا دائما اخوت واحد الاشتراك قبل ما تخرج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.